النهاردة يا جماعة اليوم الخامس لرقود البطة تحت البتاعة اللي هناك دي في الشمس. انا طبعا كنت طالع اشوف البيض كده، وكمان في شوية حاجات كده كنت بعملهم انا للبط الرائد من 25، برش شيح وبرش ملح وبرش حاجات كده عشان تساعد البيض على ان هو يفقس بسرعة، وطبعا بنرش مية اخر 3 ايام. وبجد يا جماعة شفت منظر، انا بقالي كتير جدا بربي بط وبرقط بط، رقدت البط بجميع انواعه، اول مرة اشوف المنظر ده. انا والله العظيم المنظر يعني صدمني بجد، وهيصدمكم انتوا كمان. انتوا عمركم ما هتشوفوا مثلا ان بطة يحصل معاها كده او يحصل معاها كده في كل عدد البيض. طبعا يا جماعة البط اللي ورايا ده اولادها، وانا هفهمكم وهشرح لكم بالتفاصيل في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. هنتكلم ان شاء الله عن البط وكل مشاكل رقوده في الصيف، وعن الحاجات اللي بعملها لهم قبل الفأس وكده، عشان لو حد ربنا كرمه يعرف هيعمل ايه. عشان طبعا انا كنت هعمل فيديوهات كتير جدا عن البطة وعن الحاجات اللي برشها انا، بس ربنا ما كرمش الحمد لله. يلا بينا بقى نكمل كده الفيديو، نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد. ودول يا جماعة كانوا احسن 5 تعليقات جولي على الفيديو اللي فات، بشكركم جدا. واي حد عنده سؤال او اي حاجة يسيبه تحت في الكومنتات، ويلا بينا نعمل لايك للفيديو ونشترك في قناتنا نباتات مزرعتي ونرجع نشوف. طبعا يا جماعة ده الحمد لله البط بتاعي والطيور بتاعتي والسطح بتاعتي، اللي بيشوف قناة نباتات مزرعتي الاول مرة. البطة بتاعتي اللي هي اهي يا جماعة، حتى هي قامت تاكل اهي. البطة اللي انا مسميها ام حمادة دي، البطة دي. البطة دي يا جماعة، البط بتاعي ده ما شاء الله عنده 2.5 شهر. البط ده ماشي في الشهر الثالث يعني. ده لولادها يا جماعة، هي راقدة بقالها شهر وبضت 18 بيضة في 18 يوم. يعني هي كده بالظبط بقالها مثلا 1.5 شهر، نقول 1.5 شهر، 1.5 شهر. يعني هي راقدة على البيض بقالها 25 يوم و 18 يوم اللي باضتهم، نقول مثلا ان هي راقدة على البيض بتاعها بقالها 1.5 شهر. طبعا يا جماعة انا كنت عامل الكوتش ده برا، الحتة اللي هناك دي هنروح نشرح عندها بالتفصيل. انا بس بوريكم ان البط ده اولادها، واللي شاف اللي متابع القناة من زمان عارف ان البط ده اولاد البطة اللي هناك دي، اللي هي البطة دي. واحنا برضه هنروح عندها في الخن وهنشوف البيض وهشوف طبعا يا جماعة البطة ورا الحاجات دي كده كنت انا عاملها لها كعشة معاكم زي ما قلت لكم كده، والكوتشي اللي هي راقدة فيه اهو. طبعا يا جماعة انا مش متخيلين الريحة بصراحة عاملة ازاي. طبعا انا شايفين العباية دي مغطيها بقى كده اهي، اهي البطة اهي، اهي تحت الكرسي اهي اللي انا كنت مصورها لكم بره. انا مش عارف هي واضحه ولا لا، انا بس هحوش لكم كمان الهيلمان ده كده والبلاص ده كده دلوقتي عشان عشان نشوف كل حاجه. شايفين طبعا ده كله احنا رصيناه مع بعض وعملناه مع بعض، والريش بتاعه الاكياس المركونه والحاجات دي اهو. شايفين الريش اللي على الكرسي، يعني الحمد لله ما فيش حاجه حركتها من مكانها ولا اذتها طول فترة رؤادها. هي البطة اهي اهي. طبعا يا جماعة شايفين، انتوا مش متخيلين اصلا الريحة ولا المنظر. شايفين شكل البيض عامل ازاي؟ من 18 بيضة ما فضلش غير دول، ده غير كمان بيض الرومي، ده بيض الفرخة الرومي كنت بختبره ما نفعش. مش قادر اتكلم من الريحه. طبعا يا جماعه هي كانت بتاخد البيض بايظ، كانت بتلاقي البيض بايظ تاخده تاكله تطلعه بره. روحوا كده يا جماعه شوفوا الحته اللي انا هوريها لكم دي وهي بتاكل البيضه دلوقتي حالا من البيض ده. شايفين عشان بس الحته دي احنا هنتكلم عليها في الفيديو. شايفين اهي، طبعا مش عشان بتاكل البيض، لا ده عشان هو البيض بايظ. شايفين البط جوه البيض، ثانيه بس اهو. ده انا لسه النهارده اهو، لسه اهو الجدل بتاع العشو والشكل اهو، انا بصور الفيديو حالا يا جماعه. انتوا كده شفتوا البيض بتاعها وهي بتاكله، شفتها وهي بتاكل البيض البطه دي ذات نفسها على السطح في الحته دي، وانا بصور الفيديو حتى اديكم الرومي من الجزمه ده الاخر عايز يجي ياكل معاها، مش مبطل حرب. شايفين يا جماعه هي اهي، شايفين البيض مزرق ازاي؟ قسما بالله انتوا ما تتخيلوا الريحه، مش متخيلين الريحه ولا بشاعه المنظر. البيض كله باظ وده بسبب الحر.
ده بسبب الحر يا جماعة، وبسبب ان هي رقدت بره هنا في الحر، وان هي قعدت 3 ايام قبل ما رقدت على البيض، وكانت بتسيب البيض وتقوم في اليومين الحر دول. طبعا يا جماعة هي كانت رقدت في اكتر يومين حر في التاريخ، اليومين اللي فاتوا دول والفترة اللي فاتت دي كان اكتر ايام حر بجد، كان الجو حر نار. شايفين يا جماعة عامل لها العش ازاي، والمكان والله العظيم كويس والحاجات كويسة والدنيا نظيفة، وهي يعني الحمد لله ملناش نصيب فيهم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس بجد يا جماعة انا مش قادر اتكلم من الريحة، الريحة منتنة جدا ومعفنة جدا. طبعا يا جماعة احنا في اليوم 25 من رؤود البط، بنطلع نرش معلقة ملح عليها معلقة شيح يوم 25 في الرؤاد. ده بفايدة ايه؟ ده بيخلي البادي يطقطق ويفقس بسرعة. واخر 3 ايام اللي هو يوم 27 ويوم 28 ويوم 29 بنطلع نرش مية، المية بنحط عليها معلقة خل ونبخ كده على البيض بالبخاخة، ومفهوش خطر ولا اي حاجة. وكمان يا جماعة لو البطة استحمت ودخلت رقدت على البيض مفهوش اي حاجة، عايزين ترشوا شيح وملح من بداية الفن وانتوا بتعملوه مفهوش اي حاجة. برضو الفايدة من الشيح والملح ان هما بيطروا القشرة بتاعت البيض وبيخلوا الصلابة بتاعتها تتكسر، فبيخلوا الكتكوت او الجنين يخرج بسرعة ويفقس بسرعة. وده يا جماعة بتتعمل للبط للحمام للفراخ للوز، اي طيور عندكم انتوا عايزين ترشولها اللي هو ملح وشيح وكمان ترشوا المية رشوا عادي مفيش اي مشكلة من الموضوع ده. الموضوع كويس وبيخلي بيض الطيور اللي هو يخرج يعني بسرعة ويفقس بسرعة وجميل جدا. وطبعا يا جماعة البط ده كله انا مخرجه بنفس الطريقة دي، وكنت برش على البيض اللي هو ملح والحاجات دي كلها والوصفات والخلطات دي يعني ما شاء الله عاملها لكم. والله اكبر الله اكبر في البطه دي، كنت قايل لكم على اللي هي خلت التهلي، والفيديو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي طلع ترند، الفيديو جاب 500,000 مشاهده في 3 اشهر بس الله اكبر. فكان يعني الوصفه جميله جدا والناس كتير جدا جربتها، وهي البطه اهي يا جماعه والبيض اهو. انا ما حلفنيش الحظ خالص، حتى انا هاخد البيض دلوقتي معاكم الاقحه بقى وهد لها العش، هسيب لها بس اللي هم الثلاث بيضات بتاع الروم. شايفين يا جماعه البيض ريحته عامله ازاي؟ يعني ربنا والله العظيم يعني استغفر الله العظيم ربنا يعوض. شايفين من 18 ما خلتش غير دول 1 2 3 4 5 6 6، دي بيضة رومي مش عارف دي بايظة لو خربت رومي دي بايظة اهو، دي برضو يا جماعة بطل رومي دي بايظة، بطل رومي برضو باظ تقريبا من الحر، وبطل رومي دي برضو بايظة يا جماعة. ودي برضو كل البيض اللي تحتها بايظ، الباق كله بايظ، البيض كله بايظ، بيض الرومي كله بايظ يا جماعة اهو. شايفين ثانية تعال نكسر بيضة كده بعيد، البيض الرومي ده اهو. شايفين البيض عامل ازاي؟ شايفين بيض الرومي ده، بيض الرومي اهو. شايفين ده طبعا انا حطيت تحتها من قريب. شايفين اللي هي الفرخه الرومي دي، هفصل بقى وارجع لكم.